الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا أمين. وفي السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيتورية، وكورة تراخونتيس، ولسيانيوس رئيس ربع على الأبلية. في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة، كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية، فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر أقوال أشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبلا مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أسمارا طليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشرون أيضا ليعتمدوا، فقالوا له: يا معلم، ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأله الجنديون أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا، ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجميع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحر سيور حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس وناره، الذي رفشه في يده، وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى مخزنه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشره. أما هيرودس رئيس الربع فاستوبخ منه لسبب هيروديا امرأة فيلبس أخيه، ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها. زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت. ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي، ابن متسات ابن لاوي، ابن ملكي، ابن ينا ابن يوسف، ابن مسيا، ابن عاموس، ابن ناحوم، ابن حسلي، ابن نجاي، ابن ماس، ابن متاسيا، ابن شمعي، ابن يوسف، ابن يهوذا، ابن يوحنا، ابن ريسا، ابن زروبابل، ابن شلتائيل، ابن نيري، ابن ملكي، ابن آدي، ابن قسم، ابن المودان، ابن عير، ابن يوسى، ابن أليعازر، ابن يوريم، ابن متسات، ابن لاوي، ابن شمعون، ابن يهوذا، ابن يوسف، ابن يونان، ابن ألياقيم، ابن ملية، ابن مينان، ابن متاسة، ابن نسان، ابن داود،
ابن يسة ابن عبيد ابن بوعز ابن سلمون ابن نحشون ابن عمينداب ابن آرام ابن حصرون ابن فاراس ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن تارح ابن ناحور ابن صاروك ابن راعو ابن فارك ابن عابر ابن شالح ابن قينان ابن أرفخشاد ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن أخنوخ ابن يارد ابن مهلائيل ابن قينان ابن آنوش ابن شيت ابن آدم ابن الله والمجد لله دائما أبديا آمين. في هذا الإصحاح الثالث بيذكر سلسلة أنساب صعودا إلى آدم، ولأن لوقا البشير كان بيكتب وجهة نظر إنسانية فحب يثبت إن سلسلة الأنساب دي تعود إلى آدم اللي هو الإنسان الأول، بعكس سلسلة الأنساب الموجودة في إنجيل معلمنا متى، لأنه كان يهودي فابتدى بهذه السلسلة من أول إبراهيم أبو الآباء. في الإصحاح ده بيتكلم كتير عن التوبة، وفي عدد 8 بيقول اصنعوا أسمارا طريق بالتوبة، وابتدوا يسألوه يعني إيه الأسمار اللي طريق بالتوبة؟ أصل التوبة مش حالة ومش إحساس ومش كلمة، التوبة أيضا فعل. وعشان كده هو ابتدت الجموع تسأله طب نعمل إيه؟ فابتدى يجاوب على روح العطاء، من له ثوبان فليعطي من ليس له، ده في عدد 11، كمان يقول من له طعام فليفعل هكذا، وبعدين لما يجي العشرون يسألوه يقول لهم لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم، ما تظلموش حد. ولما جوم الجنديون يسألوه قال لهم برضو لا تظلموا أحد ولا تشوا بأحد واكتفوا بعلائفكم، اللي هي حالة أو حياة القناعة. الخلاصة بتاعت كده إن التوبة يجب أن يكون لها فعل، التوبة لازم يكون لها فعل، ويكون الفعل ده يتحول إلى ممارسة يومية. التوبة تحتاج إلى أعمال المحبة، تحتاج إلى أعمال الرحمة، تحتاج إلى أعمال التعاطف الإنساني، تحتاج الإنسان علاقته تكون علاقة عادلة ما فيهاش ظلم ما فيهاش مشاية ما فيهاش طمع ما فيهاش إدانة، وتكون التوبة من قلب الإنسان. عشان كده وإحنا بنتكلم وبنشوف يوحنا المعمدان بيشرح لنا الآية دي حطها قدامنا باستمرار، وخاصة إن إحنا في زمن صوم، اصنعوا أسمارا طليق بالتوبة. لازم توبتك يبقى لها ثمر، وإنت أقعد بينك وبين نفسك واسأل إيه ثمر التوبة بتاعتي. والحقيقة إحنا في الصوم الكبير بنرتل مديحة مشهورة طوبى للرحمة على المساكين والقلب الذي يمتلئ رحمة. أحد أفعال التوبة إنها تجعل الإنسان قلبا رحيما، لأن الله اللي بيسامح واللي بيغفر واللي بيرفع الخطية ده بيسبب سعادة للإنسان، لأن وجود الخطية دايما تسحب وراها الحزن والكآبة والتنهد والألم والضيق في حياة الإنسان. اهتم أيها الحبيب بأن تكون توبتك لها أسمار، وأسمار على أرض الواقع، سواء في مجال خدمة المحتاجين، سواء في مجال الطعام، سواء في مجال الرحمة، في كل مجال أنت تقدر توصله عشان توبتك تصير توبة كاملة. ربنا معكم.